السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملاح وبصحة وعافية. اليوم جبت لكم هاد الكاطو لهله لي سابلي بلا موندي فيلي اللي كنا درناه من لاباط تاع البارح، اللي درناها ب 250 غرام تاع الزبده من 500 غرام تاع الزبده، هذيك اللي قلت لكم ندير لكم بها بلاطو يعمر العين للعيد الاضحى. فوالا، دونك اليوم نكملوا لاباط اللي درناها البارح، النص ضفنا لها الكاوكاو ودرناها هليلات، واليوم النص اللي بقى رايحين نكوروه هكا، نشكلوه نديروا به هاد لي سابلي اللي يجوا بنان بزاف ويحمروا الوجه قدام ضيافكم. فوالا، دونك كيفاش رايحين نشكلوا لي سابلي تاعنا؟ نحكموا نديروا كرايات هكا يكونوا في نفس الحجم، انا درت برك باش نوري لكم. نتقبوهم بالبوشون تاع القرعه تاع سعيده ولا البوشون اللي عندكم. فوالا، من بعد ما نشكلوها هكا نديروا لها بياض البيض ونرمدوها في لاموند ايفيلي، نرمدوها في الجوز في اللوز ايفيلي باردون، هكذا بهذا الشكل. وبعد ما نحطوها في الصينية تاعنا نعاودو نعبزو عليها بالبوشون اللي كنا تقبناها به. فوالا، نعبزو تخي تخي بيان باش كي نديروها في الفوق ما يتنفخلناش، ما تروحلناش هذيك الحفره اللي نعمروها من بعد بلا كونفيتور. فوالا، نشكل معاكم حبيبه واحده اخرى ونكمل كامل الصينية تاعي، نحطها في الفوق على 180 درجة، نشعلو لها برك من تحت ما نشعلو لهاش من الفوق حتى تطيب لنا وتتحمر لنا مليكوتي، نحوها نحمروها بلا كونفيتور. فوالا، نكمل وكي طيب نعاود نولي لكم. فوالا، الكاطو تاعي بعد ما كملناه كامل ودرناه يطيب، هاوليك كيفاش خرج لي وتحمرت لي. الله الله، دوك واش نديرو؟ انا عمرتها بلا كونفيتور تاع لافخيز، وانتوما عمروها بلا كونفيتور اللي حبيتو، والا حبيتو عمروها بل هذيك لا كونفيتور ولا جو سي با واش يسموها تاع الفواكه. فوالا، بلا باتا فروي. فوالا، انا خيرت نعمرها بهاد لا كونفيتور تاع لافخيز، يجي بنين بنين، اون بلوس كي ينشف يكون شاد روحو ويجي هبل ما يوسخ لكمش البلاطو تاعكم. فوالا، نعمروهم كامل هكا، نخلوهم ينشفوا داخل الفوق، يكون سخون ماشي شاعل، يكون سخون برك. فوالا، بعد ما عمرناهم كيفاش خرجوا ونديروهم ينشفوا، شوفوا كيفاش دايرين. الله الله، بالطبع وبنان بنتهم ما نحكي لكمش. هاوليك السابلي تاعي بعد ما نشف لي وعمرتها هكا في البلاطو تاعي، جاي هبل وبنين وبنتو لا تقاوم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، عجبتكم لا غوسيت باردون. ما عليا غير نقول لكم تابعوني، ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني وتضغطوا على زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. ما عليا غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.